طبعا انا ركبت الشاسيه قدامكم، واول حاجه عملتها وصلت الاسلاك طبعا بتاع الشاسيه، الديفليكشن والحاجات ديت والسماعات وخلافه. تمام. تاني حاجه بعد ما ركبت، طبعا الشاشه ضيقه من جنوب ومن فوق وتحت زي ما انتم شايفين. تمام. طيب انا ما عملتش دلوقتي حاجه، غير انا ما جبتش الموتور بتاع الكهرباء خالص، ولا دخلت على السيرفيس مود بتاع الجهاز لسه. تمام. كل اللي انا عملته، اللي انا جبت مكثف 100 فولت، مكثف 1600 فولت، ومقاومه 1 اوم، كل ده اللي انا جبتهم. والمكثف ده 1600 ده معلوم من شاسيه توشيبا. تمام. اي مكثف 1600 هيشتغل معاك، او 1400 عامه، 1200 فولت وانت طالع يعني. طيب المكثف القديم راكب زي ما هو في الشاسيه ما شالش، والمقاومه القديمه راكبه برضه زي ما هي ما شالتش من الشاسيه. تمام. كل اللي انت تعمله، انت تترك المكثف والمقاومه توازي، يعني المكثف مع المكثف توازي، والمقاومه مع المقاومه توازي، مع الاثنين القدام اللي هم راكبين في الشاسيه، ما تشتغلهمش تاني بكرر، عشان لو انت اشتغلت المكثف وحطيت مكثف تاني هيضرب لك الترانزستور بتاع اللاين، لان الشاسيه له نسبه معينه في الميكرو بتاع ال 1600، فما تزودش انت من بره، خلي القديم راكب زي ما هو واحنا نزود عليه. تمام. وهو راكب زي ما هو. تمام كده. طيب الدي الترانزستور بيسخن ولا لا؟ بيسخن بس مش السخونيه اللي هي تحرقه. تمام. انا عملته، فضلت وشغلته طول النهار عندي تاني يوم، وما شاء الله شغال 100 100 بدون اي مشاكل. الدي الترانزستور ده، انا على فكره بقول الترانزستور دي على طول، فبختصر يعني. فالترانزستور ده هيتحمل ولا لا؟ طالما انت ما علتش الفولت عليه وما قربتش من بوت الكهرباء، طبعا هيتحمل معاك، لان انت لو عليت الفولت على 120، تمام، هو اقصى حاجه ممكن يستحملها معاك 125، لو زودت عن كده ممكن السخونه تبقى طبعا اعلى وهيتحرق منك بسرعه، فسيبه زي ما هو، ما تزودش في البوت بتاع الباور ولا تقلل فيه، سيبه زي ما هو، ركن المقاومتين المكثف والمقاومه زي ما احنا عملنا كده، وهيشتغل معاك تمام بدون اي مشاكل. تمام. بعد كده لو الابعاد بتاع الشاشه مش مظبوطه، طبعا هتخش على السيرفيس مود في الاخر، هتشتغل الجلده بتاعت الريموت، زرار السر اللي انت عارفينه، وهتعلي بس تفرد الشاشه شويه من الفيرتيكال او الهورزونتال والحاجات دي. تمام. يعني هتفسخ الشاشه شويه من فوق لتحت وخلاص. ده لو الكلام ده لو الكتابه بتاع الشاشه مش ظاهره من تحت، او البادج بتاع القناه مش ظاهر من فوق. تمام كده. ازاي ما عندنا شاسيه صغير يشتغل على الشاسيه الكبير؟ تمام. او مكان الشاسيه الكبير. طيب اكتر سؤالين او اكتر الاسئله اتسالت لي، ان الدي بتاع الباور بتاع اللاين هيسخن. طيب هو هيسخن بس سخونيه، مش اللي في دماغك اللي هو هيتحرق، لا سخونيه يعني هيقل سنه صغيره. اي مش هقول لك لا، مش هكذب عليك، بس مش اللي هو هيتحرق. تمام. تاني حاجه يعني واحد كاتب اهوت، استاذ اشرف، هندسه بالنسبه للباور لاين هيتحمل؟ طبعا هيتحمل، طالما انت ما علتش الباور بتاع دايره الكهرباء، البط بتاع دايره الكهرباء، وما زودتش الفولت عن 125 او 120 بكتير قوي. تمام. خلاص انت، انا اصلا ما رسمتش الفيديو قدامكم، ما رسمتش البوت خالص قدامكم. تمام. ولا دخلت على سيرفيس مود كمان، يعني انت لو دخلت على سيرفيس مود كمان هتظبط الكتابه اللي فوق وتحت، وتظبط الابعاد بتاع الشاشه كلها. تمام. انا ما خشيتش على سيرفيس مود، عشان تخش على سيرفيس مود الزرار اللي هو السري اللي في الريموت. تمام. في زرار سري كده تحت الجلده هتضغط عليه وخلاص. طيب الاخ اشرف علي بيقول لي الشاسيه ده بكام؟ الشاسيه يا باشا كان ب 350، وصل سعره تقريبا دلوقتي ل 400. تمام كده. طيب استاذ احمد، ابو احمد ايمن، اهو السؤال اللي بقول لك عليه، الله ينور عليك يا هندسه، بس كده باور لاين هيسخن ولا لا؟ ما انا بقول يا باشا هيسخن، بس مش السخونه اللي هو يتحرق فيها يعني. تمام. الف شكر للناس طبعا اللي علقت، كل التعليقات الجميله اللي شفتها ديت. تمام. ان كان على الفيديو ده او على الفيديوهات اللي قبله، وايه تاني يا ربي؟ لو انت، وطبعا قبل ما تقفل هتخش على السيرفيس مود وتتاكد من الابعاد بتاع الشاشه. تمام. ومعلومات كمان برضو لازم اقولها، اللي المقاومه اللي انا ركبت عليها المقاومه 1 اوم، والمكثف اللي بتوع الشاسيه راكبين زي ما هم ما شالوش. تمام. يا رب اكون وفقت في كل المعلومات، ولو عندك اي سؤال طبعا من تحت امركم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.